داعش خرج من محافظات معروفة بالانتماء لمن. وبصراحة هذا الكلام نحن لعلنا اليوم ندعو للتعايش والاعتدال، بس لابد أن نقول الحقيقة، داعش لم يأتي من جنوب العراق، بالعكس جنوب العراق هو الذي أرجع العراق، ولكن هذه المناطق البعض ضرر به سماحة. هو هذا كلامي، أكو يعني كما نقول أكو هنالك يعني منابع، أكو هنالك آثار، هذه كلها اجتمعت. الخط العسكري للأسف اللي كان يعين بسبب الراتب، مو مثل لما اجي الحشد الشعبي رايح هو شايل قلبه بيده مثل ما نقول، واكو شباب يزور الجنسيه يكبر عمره حتى يلتحق بالمجاهدين يدافع عن ارضه، هذا فرق بصراحه. لا اليوم نعم المؤسسه العسكريه اليوم رصينه وهي قادره على مسك الارض وتحمي الارض، لكن بالحقيقه في ذلك الوقت ما كان اكو شيء اسمه جهاز امني، كان اكو انهيار تام، والا 5 إلى 6 فرق يمكن يصحح لي استاذنا انهارت في الموصل. الفرقة العسكرية يعني كم لواء، كم سيارة اللي أسقطت هذه الفرق 5 أو 6، طيب. كم سيارة من داعش، زين وين إذن يعني القدرة العسكرية اللي طبعا كانت وزارة الدفاع أكثر وزارة هي كما نقول تأخذ حصة تموينية من من الأموال، إذن وين التجهيز كان؟ العقيدة العسكرية ما كانت حقيقية، لذلك لما أجى داعش حتى أنا سمعت رئيس الوزراء العبادي قال أنا كنت أطلب من الحشد ينخرطون مع القوات العسكرية حتى يعززون فيهم العقيدة، عقيدة الوطن.